السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بالسابقين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من السابقين إلى جنات النعيم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى، اللهم آمين. يا ترى الهم عليت ولا لسه في فطور؟ أظن إن شاء الله إن هنبتدي نخش في موضوع الهمة، وأظن الهمة هتبتدي تعلى، إن أنا ما ينفعش أقف مكاني، ما ينفعش أكون هامش الحياة. لازم يكون لي دور بناء في بناء نفسي، بناء قلبي، وبناء زوجتي وأولادي وأهلي وجيراني وحبايبي وأمتي كلها وبلدي، إن أنا أعلى بلدي أوصلها لأعلى بلد وأفضل بلد في الدنيا. وده اللي نفسنا نشوفه في كل بلاد المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يبارك في كل بلاد المسلمين، اللهم آمين. قلنا في الدرس اللي فات كلام جميل الإمام المقيم، لابد النهاردة درس رقم 6، لابد للسالك، السالك الذي يسلك طريقه إلى جنة الرحمن سبحانه. أصل يا جماعة نحن طلاب جنة، نحن طلاب جنة. إذا أراد الله بعبده خيرا فجر في قلبه عينين، خد بالك، عينا يرى بها الجنة وعينا يرى بها النار. طب إيه فايدة العينين دولت؟ إن أنت تحدق بالقلب. يعني إيه تحدق؟ يعني القلب يبقى ليه حدقة زي العين، يبقى العين شايف، القلب شايف. يبقى القلب شايف، شايف إيه؟ شايف جنة ونار، خد بالك. وده اللي قاله سيدنا حنظلة، ودي لها فايدة عظيمة جدا على فكرة. تخيل حضرتك كده لو أنت قاعد دلوقتي، تخيل المنظر كده، وحالا وإحنا قاعدين دلوقتي فجأة اتفتحت السماوات وشفنا دلوقتي حالا على الهواء مباشرة، خد بالك، الجنة والنار. طب بالله عليك قل لي عبادتك هيبقى شكلها ايه؟ فكر كده، قدامك جنة اهي، وانت شايف نعيم الجنة وشايف قصرك في الجنة. تخيل، ما هو دي المسألة. يعني من ضمن صفات المتقين في اول سورة البقرة، الذين يؤمنون بالغيب، الجنة غيب والنار غيب، لكن نصدق ليه؟ ان ربنا اللي اخبر بان في جنة وفي نار، والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان في جنة وفي نار. تخيل حضرتك كده وانت قاعد وبتصلي، الله اكبر، وشايف قدامك جنة وشايف هنا النار، شايف الاثنين في وقت واحد. طب بربك يعني بالله عليك العبادة بشكلها ايه؟ هتفرق طبعا كتير جدا عن واحد واقف بيصلي ما هو شايف غير الارض والحصير والمكت، صح ولا لا؟ هي دي بقى المسألة اللي بيتكلم عنها الامام ابن القيم. اذا اراد الله بعبد خيرا فجر في قلبه عينين، عينا يرى بها الجنة وعينا يرى بها النار، فاذا ما عمل عملا او تكلم كلمة او فعل شيئا، تمام، عرضه على الجنة والنار. العمل ده يودي الجنة؟ نعمله. يودي النار؟ لا بلاش منه. الكلمة دي تودي فين؟ الفردوس، اعملها، قولها. الكلمة دي تودي فين؟ لا دي تودي وادي صقر، لا بلاش منها. اتظبط حالك. قال احد السلف: والله ما تكلمت بكلمة منذ 40 سنة إلا وعددت لها جوابا بين يدي الله جل وعلا. الله أكبر. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما أنا كان بيكتبوا عليك، بيكتبوا إما لك وإما عليك. فالشاهد في الموضوع إن الإنسان لو شايف جنة ونار هيتظبط حاله، وده اللي قاله سيدنا حنظلة: نكون عند رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم فيكلمنا. خد بالك، النبي عليه الصلاة والسلام كان بيكتر قوي قوي من الكلام عن الجنة والنار. ليه؟ أصل القلوب لا تنصرح أصلا إلا بذكر الآخرة. تخيل كده لو احنا فاكرين إن ما فيش آخرة، خلاص بقى اللي يظلم يظلم، واللي يسرق يسرق، واللي يعق والدي يعقهم، واللي بيظلم زوجته، واللي يبهدل عياله، خلاص مش فارقة بقى، ما فيش آخرة. إنما إيه؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ده لازم يوم هنقف فيه بين يدي المولى عز وجل ونتسأل عن كل حاجة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالشاهد في الموضوع إن في يوم هنقف فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى هنتسأل عن كل صغير وكبير. فسيدنا حنظلة بيقول: نكون عند رسول فيكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. كأن رأي عين، هو فكر إن المسألة يعني لابد إن احنا نكون عبادة صلاة وصيام 24 ساعة، مش فاكر ان في امور مباحه ممكن لو احتسبنا النيه ان ممكن تكون في ميزان حسناتنا. انا ممكن اخد زوجته في الصحف في مكان ما فيهوش مخالفات ولا معاصي ولا بتاع، ويبقى كل ده في ميزان حسناتي ويتحسب لي عباده، ان انا بدخل الفرح على زوجتي، بدخل الفرح على اولادي، بدخل الفرح على ابويا وامي، فاهم ازاي؟ فهو ما فكر الموضوع، لا مش كده. فالنبي عليه الصلاه والسلام وضح له، قال: لو انكم تدومون على الحاله التي تكونون بها عندي لصفحتكم ملائكة على فرشكم وفي الطرقات. ولكن يا حنظلة، ساعة وساعة، ساعة بيكون الإيمان عالي جدا بسبب كثر الطاعات وكده، وساعة بيكون الإيمان منخفض بسبب المعاصي أو الغفلة. والمعنى الثاني، ساعة
فيها عبادة وما شاء الله إقبال على الله سبحانه وتعالى، وساعة فيها شيء من المباحات اللي بتعينك على الطاعات، بتمشى شوية، بتفسح شوية، بقعد بلعب مع ولادي شوية، مع زوجتي شوية، الساعة اللي بتفرحني ديت أو الساعة اللي أنا برفه بيها عن نفسي بتعيني على إن أنا لما أقف أصلي أبقى زي ما يقولوا كده فريش كده وسعيد ومبسوط، الحمد لله غذيت قلبك ونفسك وجسدك في وقت واحد. هو ده المسلم. وكذلك جعلناكم امه وسطا، احنا امه وسط يا جماعه، لا افراط ولا تفريط، لا تكشير بقى وضارب ال 111 وقافل الدنيا وكاره الدنيا واللي فيها، ولا فاتح 24 ساعه البحر، يعني ايه الموضوع كده يبقى وسط يعني، فاهم ازاي؟ فسبحان الله. يبقى ايه؟ يبقى لابد للسالك من همه تسيره وترقيه ومن علم يبصره ويهدي. كلمه ثانيه جميله قوي للامام ابن القيم، كلمه خطيره، بيقول ايه؟ كمال الانسان، كمال الانسان، ما احنا بنتكلم عن ايه؟ علو همه بقى. أنا عايزك تبقى إنسان مثالي، عايزك يعني تبقى ماشي في كليتك الناس تقول ما شاء الله ده أكتر واحد مميز في الجامعة كلها، مش للشهرة، للقدوة، إن أنت تعرف الناس. أنا بقيت كده عشان اتبعت النبي عليه السلام، أنا بقيت كده عشان مشيت على منهج الوسط، على منهج الإسلام، تمام؟ سبحان الملك. كمال الإنسان مداره على أصلين، عايز تبقى إنسان بقى من الناس الكمل زي ما بيقولوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ولم ينفي الكمال عن احد صلى الله عليه وسلم، قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا آسيه امراه فرعون ومريم بنت عمران وفضل عائشه على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. خد بالك بقى، كمال الانسان مداره على ايه؟ على اصلين. ايه هم الاصلين دولت؟ اقولهم لك بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. مداره على اصلين، ايه هو؟ معرفه الحق من الباطل. مش كفايه؟ الاصل الثاني اللي هو ايه؟ وايثار الحق على الباطل. دي موضوع كبير قوي يا جماعه، موضوع كبير بجد، اوعى يكون موضوع كلام على علو همه يكون معقد، انا بحاول ابسطه يعني بكل الطرق عشان يوصل لك يعني ايه همه ويعني ايه تبقى عندنا علو همه وازاي نسلك الطريق بتاع اهل الهمم. كمال الانسان مداره، مدار كمال الانسان ده على حاجتين. اول حاجه معرفه الحق من الباطل، انك تميز ده صح وده غلط، لان في ناس عندها الصح غلط وناس عندها الغلط صح. في كده، في واحد ممكن تكلمه تقول له قول التزام ودين ومش عارف ايه، يقول لك انا عايز ابقى انسان مش كويس، وده ده ده ده, ده اللي بيعمل كده انسان مش سوي، ده انسان معقد نفسيا، ده مش هو شايف الحق ايه؟ باطل، واخد بالك؟ وممكن واحد تاني يكون شايف الباطل حق، واحده مثلا بترقص فتقول لك العمل عباده وانا ارقص فانا بعمل، يبقى انا كده بعبد ربنا فشايف الباطل حق، واخد بالك؟ لا، قال لك مدار كمال الانسان على حاجتين، معرفه الحق من الباطل. ابقى عارف ان دوت ابيض، ايوه مفيش مشكله، ده كله خير، ودوت اسود، لا خلاص، يبقى عرفت الابيض من الاسود، عرفت الحق من الباطل، عرفت الخير من الشر. جميل قوي، دي نقطه، ده نص المشوار. والمشوار الثاني وايثار الحق على الباطل. عارف ان السجاير حرام؟ عارف، سمعت. طب بتعمل ايه؟ ابشرها. تبقى انت عرفت الحق من الباطل ولم تؤثر الحق على الباطل. عارفه ان المشي مع البوي فريند وانت عارف ان المشي مع الجيرل فريند حلال ولا حرام؟ طبعا حرام، لا اله الا الله، امال ايه؟ طيب ماشي مع البنت ليه؟ يعني اصل نفسي بقى وضعف بقى، وانت عارف احنا شباب بقى ولسه ايدينا، خد بالك؟ يبقى انت عرفت الحق من الباطل ولم تؤثر الحق على الباطل. عارفه ان التبرك حلال ولا حرام؟ طبعا حرام، ده ربنا امر بالحجاب بس الحجاب حجاب القلب، خد بالك؟ سبحان الله. اسال بقى اللي مش محجبه سؤال صغير، لو ركبت طياره ولقيت انت عارف في بدايه طلوع الطياره تلاقي كده ايه بيشغلوا فيلم كده تسجيلي، تمام، عن الاجراءات الوقائيه في الطياره، ولو الطياره مش عارف وقعت في المحيط تعمل ايه، وهتلاقي السلم تطلع عليه، وبعدين لو الهواء انقطع من الطياره هتلاقي الحاجات نازله لك من فوق وتحطيها على الانف وتستنشق الهواء، ولو حصل مش عارف ايه اجراءات امنيه، وقبل ما نطلع لابد من ربط الاحزمه. بتنفذي ولا بتنفذيش؟ طبعا. طب بتنفذي ليه؟ اصل قائد الطياره طبعا ادرى بمصلحتي، طبعا عارف، فلازم انفذ الاوامر دي كلها حفاظا على حياتي. جميل. ولما بتروح للدكتوره وتقول لك الدكتوره انت عندك كذا، خد بالك الدواء ده هتاخديه 3 مرات في اليوم، والدواء دوت قبل الاكل وبعد الاكل، والتاني ده حقنه بالليل، والرابع دوت مش عارف ايه، بتمشي على العلاج ولا طبعا ده انا بكتبها عندي في روشته، وبعمل جدول للدواء ده بس بمشي عليه ليه؟ طب وتمشي على الدواء ليه؟ اصل الدكتور اضرب مصلحتي. سبحان الملك، ولله المثل الاعلى، الدكتور اضرب مصلحتك، والطيار اضرب مصلحتك، والخالق جل جلاله
لما أمرك بالحجاب ما كانش أضرب مصلحتك؟ سبحان الملك. يعني أنا أذكر بس مثل بسيط جدا، وإحنا في أمريكا كان شاب يهودي أسلم. الشاب اليهودي أسلم جه لأحد مشايخنا فبيقول له أنت كان ديانتك إيه؟ قال له كنت يهودي. قال له أسلمت؟ قال له آه الحمد لله. قال له طب وأبوك وأمك يعني؟ قال له يهود ومتعصبين جدا جدا اليهودية. قال له طب ما زعلوش إن أنت يعني أسلمت؟ قال له بالعكس، ده أنا أمي فرحانة جدا جدا بإسلامي. فاستغرب فقال له طب ما تجيب لنا أمك وأبوك يعني، يمكن ربنا يكرمنا ويسلموا هم كمان. فقال له والدي مسافر، أجيب لك والدتي بكرة. فجت أمه دي يهودية، فجت تاني يوم لابسة حجاب، لابسة مغطية راسها تماما، لابسة شارب كبير جدا، ولابسة لبس فضفاض يعني وجاي. فالشيخ أول ما شافها جاية فسأل الشاب ده، قال له هي أمك أسلمت؟ قال لا ما أسلمتش. قال له ما لابسة كده ليه؟ قال له أصلها عرفت إن عيب إنها تقف قدام الشيخ وهي معرية راسها. سبحان الله، دي هدية ببعتها كل أخت مسلمة، هدية ببعتها لكل أخت مسلمة، إن واحدة يهودية بتقول عيب إن أنا أقف قدام شيخ وأنا معرية راسي، وأنت مش مكسوفة إنك تقف قدام ربنا وأنت كاشفة جسمك كله؟ دي بس هدية على المشي. نفسك تخش الجنة؟ يقينا آه. طب ما بنعملش للجنة ليه؟ أنت عرفت الحق من الباطل، عرفت الخير من الشر، عرفت الجنة من النار، أمال بتجري ورا النار ليه؟ بتجري يعني بتهرب من الجنة ليه؟ في حد في الدنيا يهرب من الجنة؟ ما حدش طبعا بيهرب من الجنة، ومين قال لك إن أنا بهرب؟ ده أنا نفسي أخش الجنة. طب ما تعمل، اجري، امشي في الطريق. وكتير من الشباب بننصحهم لله والله العظيم وبنقول لهم بكل حب، يا شباب العمر مش حقل تجارب. كتير من الشباب يقول معلش زي ما أنت خضت التجارب وعشت حياتك جواه، ما تسيبني اعيش حياتي ولما اعرف ان الطريق ده غلط هرجع. اقول له طب وليه تضيع وقتك؟ انت مسافر اسكندريه وانا سافرت اسكندريه قبل منك مثلا، فجيت وانا ماشي فغلطت ودخلت في طريق غلط، فبقول لك خد بالك احنا واقفين اهو، لو دخلت من الطريق ده الطريق ده غلط مش هيوصلك اسكندريه، ده هيوصلك اي حته تانية، انما لو مشيت في الطريق ده مستقيم كده على طول هتوصل اسكندريه. فانت بدل ما تاخد الطريق الغلط لحد اخره وعايز تبتدي صح فتضطر ترجع الطريق الغلط ده لحد النقطة اللي بدأت منها، وبعد كده تبتدي تمشي في الطريق الصح. وليه تتعب نفسك؟ وليه تضيع عمرك؟ ما تبدأ صح زي ما الناس قالت لك، زي ما ربنا أمرك، وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم أمرك، وزي ما علماء الأمة ودعاة الأمة دلوك على الخير. ابدأ صح، غيرك واللي سبق منك وقبل منك مشي في طريق غلط وقال لك الطريق ده غلط، فانت الحق نفسك وامشي في الطريق الصح عشان ربنا يكرمك وتعيش صح. خدت بالك؟ المهم هدفك زي ما قلنا ان انت زي السهم تنطلق الى الهدف ده، انت داخل سباق 100 متر عشان توصل الى جنه عرضها السماوات والارض. هتتعب شويه طبعا، ده لازم، ده انت النهارده لما تروح تتعين في وظيفه ووظيفه تعبانه يعني هتاخد كام؟ 500 جنيه في الشهر مثلا. بيقول لك شهادتك ايه؟ خبراتك ايه؟ معاك لغه ولا معاكش؟ معاك كمبيوتر؟ تعرف تستعمل انترنت؟ بتعمل كذا كذا كل ده، وفي النهايه ممكن ما تقبلش. امال لما تخش جنه بقى، جنه يا اخي، جنه، عارف يعني جنه عرضها السماوات والارض. عند حتى واحد يعني يهودي مره بيسال النبي عليه الصلاه والسلام وبيستغرب يعني عايز يعني، يقول له جنه عرضها السماوات والارض، اذا فاين النار؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله، واين الليل اذا كان النهار؟ يعني هي المساله ما بتتاسش كده خالص يعني، ده اتنين بيبقوا في قبر واحد والقبر نفسه يبقى روضة من رياض الجنة الواحد منهم وحفرة من حفر النار للتاني. سبحان الملك. وأمر القبر وأمر الآخرة أعظم من أن يقارن بأمر الدنيا. ده في حتى في أمر الدنيا اتنين نايمين جنب بعض على سرير واحد، واحد يقوم أعوذ بالله يعني كابوس، شاف نفسه وعفش وناس بتقتله وناس بتجري وراه وتعبان بينهش وشاف إيه، فقام مفزوع. والتاني يقول الله رؤية جميلة، يا سلام شفت نفسه أنا داخل الجنة بقى وباكل من ثمارها وشاف إيه والحور العين بقى وحاجة، والاثنين نايمين جنب بعض. فأمر الآخرة أعظم من كده بكتير بفضل الله سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن القيم وقد أجمع عقلاء كل أمة، عقلاء إيه؟ كل أمة، أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة، وأنه بحسب ركوب الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرحة واللذة. نترجم بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، بيقول إيه؟ وأجمع، ما قالش المؤمنون، لا حتى العقلاء، حتى خدها بالعقل،
أجمع عقلاء كل أمة، مش أمة الإسلام بس، أن النعيمة اللي في الجنة لا يدرك بالنعيم. مش معقول أقول إيه خلاص نام وارتاح يأتيك النجاح، لا مش هيجي النجاح، هيجي منين؟ إلا إذا كنت هتغش، والغش حرام، من غشنا فليس منا. لا أنت قوم واشتغل وابذل الجهد، ومن طلب العلا سهر الليالي، أمال لما يطلب الجنة بيعمل إيه؟ ما ينامش بقى، فاهم إزاي؟ فاطلب اطلب واجتهد وقوم وابذل الجهد. سبحان الله، علماء التابعين وعلماء السلف الصالح كانوا بيبذلوا جهود لا تتخيلها، حتى ان واحد منهم كان وهو بيموت، وهو بيموت في سكرات، في بدايه السكرات، دخل عليه تلميذ من تلاميذه فقال له الشيخ ماذا تقول في المساله الفلانيه؟ قال التلميذ سبحان الله يا شيخ انت الان يعني عايز اقول انت بتموت يعني، فيعني هل يعني وعايز اقول هو ده وقته؟ فقال سبحان الشيخ بقى بيقول له قال سبحان الله لعل وعسى ان اعيش فاستفيد انا وانت، ولعلي ان اموت فاستفيد المسلمين من بعدنا. شوف الهمة عاملة ايه لحد اخر لحظة في حياته. الامام احمد بن حنبل، الامام احمد بن حنبل يقول لك مع المقبرة ايه، مع المحبرة الى المقبرة، مع المحبرة الى المقبرة افضل اطلب العلم لحد اخر لحظة في حياتي. يبقى وقد علم وقد اجمع عقلاء كل امة ان النعيم لا يترك بالنعيم، وان من اثر الراحة فاتته الراحة. خد بالك بقى، وأنه على حسب احتمال المشاق والمتاعب تكون اللذة والفرحة يوم القيامة. يبقى علو همة، يبقى إنسان بيبذل عشان يوصل، بيبذل عشان ينطلق، بيبذل عشان يوصل لأعلى درجات الجنة. احنا مش بنكتفي يا جماعة بأن احنا عايزين نخش الجنة وبس، احنا عايزين نرتقي في أعلى درجات الجنة، ربنا يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى. أنا هديلك في الحلقة دي حديث ده عايزك تعيش معاه لحد آخر لحظة في عمرك. حديث رواه أبو نعيم بسند صحيح، ليه روايتين والروايتين صحاح، وبص عليهم في صحيح الجامع. قال صلى الله عليه وسلم لكل قرن سابق، لكل قرن ايه؟ واحد في كل 100 سنة هو دوت الذي يجدد للأمة أمر دينها. خد بالك، كل 100 سنة. وفي رواية تانية لكل قرن من أمتي سابقون، ما بقاش واحد بقى. طب ليه هنا سابق وهنا سابقون؟ قال لك ممكن يكون سابق وكل واحد في مجاله، يعني ممكن يكون واحد سابق في علم الحديث يبقى هو ده إمام القرن في علم الحديث زي الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة. ممكن واحد يكون سابق في علم أصول الفقه يبقى هو ده السابق بتاع أصول الفقه في القرن ده كله. واحد ثالث سابق في علم مثلا التفسير، الرابع سابق في علم الفقه، وهكذا. لكل قرن من أمتي سابقون. أنت ولا انت؟ مين فيكم؟ قول لي بقى الشيخ هيتريق عليه. لا والله ما بتريقش، اوعى تحتقر نفسك، اوعى تقول لي انا شأني عند الله احقر من ذلك. لا مش ممكن يكون انا، طب ليه ما تكونش انت؟ طب والله ممكن يكون انت، وممكن يكون انت، ليه لا؟ هو انتوا يعني انتوا شويه في البلد؟ يا عم سبحان الله، ده الانسان يعني بس يعني بمجرد بس ما يستعين بالله سبحانه وتعالى ربنا يكرمه ممكن يكون افضل انسان في الدنيا كلها، ايه المشكله؟ يعني هو هديك بس 3 امثله بس، تصلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمير بن الحمام والحديث رواه مسلم لما كان في غزوة بدر، ده أول لقاء بين معسكر الموحدين وبين معسكر المشركين. النبي واقف صلى الله عليه وسلم بالبلد كده، الكلمات بقى اللي بتحفز المعنويات وبتشد الجهود وتعلي الهمة علشان يدخلوا يجاهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى. والجهاد يعني كان عليهم كانت حاجة مش سهلة، يعني مش واحد بقى من فوق جبل بيضرب رصاص على واحد تاني، لا لا لا، ده سيوف وعيني عينك وقدامي وقدامك ونخش بقطع بعض. خد بالك مسألة صعبة جدا، يعني انت النهارده لو تخيلت واحد داخل عليك بحتة مطوة صغيرة ولا سكينة صغيرة يعني متهيألي ممكن يغمى عليك. فتخيل بقى ده سيف يعني طولي كده، فاهم ازاي؟ وواحد شايله ومعاه درع وسهام وحراب وحاجات ودنيا داخل عليك. فالنبي حب يحفزهم بقى عشان يجاهدوا في سبيل الله. فقال والذي نفسي بيدي لا يقاتلهم اليوم رجل منكم، والذي نفسي بيدي يعني والله لا يقاتلهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. يلا مش بقى أقول لك منصب بقى تبقى أمير مكة ولا أمير المدينة المنورة ولا تبقى زعيم الجزيرة العربية، لا، الجنة إلا أدخله الله الجنة. الصحابة ده أول مرة يخرجوا عشان يجاهدوا في سبيل الله، فالموضوع بالنسبة لهم يعني برضو إيه، جنة معقولة؟ يعني كانهم مش مصدقين نفسهم. طبعا هم مصدقين النبي عليه الصلاة والسلام بس مش مستوعبين الموضوع لسه. مفيش بيني وبين الجنة إلا إن أنا أخش فأتقتل وأستشهد فأكون في أهل الجنة؟ آه.
فالنبي لما حس بكده فراح قايل لهم الجمله الثانيه، قال قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض. وصلت بقى المعنى، وصلت الكلمه وخلاص حسوها بقى. فمين اللي واقف جنب النبي عليه السلام؟ واحد من الشباب، يا شباب، اسمه عمير ابن الحمام. عمير واقف جنب النبي عليه السلام، فقعد يكلم نفسه بس بصوت عالي شويه والنبي سمعه. فقال عمير: بخن بخن، جنه عرضها السماوات والارض. ياه، ايه ده؟ ايه الامل دي كلها؟ بقى جنه عرضها السماوات والارض مجرد ما اخش بس واتضرب ضرب وخلاص؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمير: يا عمير، ما حملك على قولك بخن بخن؟ قال: لا شيء يا رسول الله، سوى اني، ادي الهمه اهي بقى، ما قالش بقى وانا مين انا عشان اخش الجنه، ولا يا عم الجنه ليه اهلها، مش اي حد يعني بيخش يعني، شوف الهمه العاليه اللي عنده. قال: لا شيء يا رسول الله، سوى اني ارجو ان اكون من اهلها. شوف بقى التواصل بين السماء والارض في ساعتها، لسه بيقول سوى اني ارجو ان اكون من اهلها. قبل الهه والالف ديت ما تتنطق، كان جبريل عليه السلام نزل من سبع سماوات، قال له: يا محمد، يا رسول الله، قل له انت من اهلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فانت من اهلها. طبعا انا عايزك بس تتخيل نفسك كده مكان عمير، يعني والله العظيم الواحد لو مكان والله يموت وهو واقف، يعني فاهم ازاي؟ من الفرحه طبعا يعني. فقال يعني مش مصدق نفسه: فانت من اهلها؟ خلاص عرف ان هو من اهل الجنه. فعمير اما طلع كام تمرايه وبدا ياكل عشان يتقوى على الجهاد في سبيل الله، شوف يعني بتمرات بسيطه، فاكل تمرايه او تمرتين ونظر الى التمر في يده وقال: جنة جنة عرضها السماوات والأرض. يعني مش مصدق نفسه، والله لئن أنا حييت حتى آكل تلك التمرات إنها لحياة طويلة. يا نهار أبيض، هو أنا لسه هستنى لحد ما أكل شوية التمر اللي في إيدي؟ لا، ده 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 دنيا تانية، ده عمر تاني. فرمى التمر ودخل فجاهد في سبيل الله فقاتل فقتل فكان من أهل الجنة. عمير بن حمام احتقر نفسه؟ أبدا. خد المثال الثاني اللي احنا قلناه في كام حلقة فاتت، سيدنا عكاشة بن محصن. عكاشة بن محصن رضي الله عنه وارضاه، اللي لما النبي عليه قال ان في 70,000 من أمته سيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ما احتقرش نفسه. بعدين سيدنا عكاشة إنسان بسيط جدا يعني، قال: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. خلاص، تخيل، ما احتقرش نفسه، ما قالش أنا بقى معقول يعني جت عليا أنا اللي هكون من 70,000 ده، يعني فيش بقى الصحابه واللي قبل مني واللي سبقوني، ما قالش كده. طب المثال الثالث، سيدنا ربيع بن مالك. سيدنا ربيع بن مالك ده انسان فقير جدا جدا، شاب عنده 17 سنه، عايزك بس تتخيل كده ايه الشكل الاجتماعي اللي عاش فيه. انسان ملوش حد خالص في الدنيا، 17 سنه ومن اهل الصفه وفقير جدا ومش لاقي حاجه خالص بالمره، ونفسه يتجوز وما يملكش من الدنيا اي شيء. وكان كل اللي بيعمله، عشان كده بقول لك يعني النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك: لا تحقرن من معروف شيئا، اي عمل ولو بسيط اعمله ان شاء الله ربنا هيكرمك بيه. كل اللي كان بيعمله ربيعه انه كان بيحضر ميه الوضوء للنبي عليه الصلاه والسلام في الخمس صلوات، في كل صلاه يروح يملى الميه ويجيبها للنبي عليه الصلاه والسلام، بس مفيش غير كده، عمل حاجه اكتر من كده هي دي بس، مع اداء الفرائض والكلام ده كله. فالنبي عليه الصلاه والسلام حب يكافئه، لان النبي عليه الصلاه والسلام خد بالك ما كانش يسيب حد يعمل معاه اي معروف الا لما لازم يكافئه. يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك في يعني قبل موته بخمسة أيام، قال: ما لأحد له يد عندنا إلا وقد كافأناه بها، ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامة. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حب يكافئ ربيع بن مالك، قال: سلني شيئا يا ربيعة. قال: يعني أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. لو واحد غيره كان يقول يعني من أهل الصفة وغلبان ومش لاقي آكل وعايز أتجوز، عايز اتجوز يا رسول الله، اديني اي حاجه، بيت وشقه وعروسه، خد بالك. فقال له: اسالك مرافقتك في الجنه يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاه والسلام حب يراجعه في المساله، يعني شايفه فقير جدا وما عندوش وما اتجوزش، قال: او غير ذلك؟ قال: هو ذاك يا رسول الله، انا مش عايز غير كده. قال: فاعني على نفسك بكثره السجود لله، فانك لا تسجد سجده لله الا رفعك الله بها درجه في الجنه. وزي ما بقول لك دايما، تنزل تحت تطلع فوق، اقرب ما يكون العبد لربه هو ساجد. ليه؟ لان اعز واعظم حاجه في جسد الانسان الانف والجبهه، تنزل
تنزل في التراب. ليه؟ يعني ذل نفسك لله، وكل ما تذل نفسك لله كل ما تكون عزيز، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي: من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. هي دي المسألة، وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله عز وجل. كل ما تتواضع وكل ما تنزل تحت، كل ما ربنا يرفع قدرك ويرفعك فوق بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده بقول لك خلي همتك عالية، اوعى تحتقر نفسك، ابدأ. ومن كان له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة، ولا بد للسالك من همة تسيره وترقيه، ومن علم يبصره ويهديه، وكمال مدار الإنسان على أمرين: معرفة الحق من الباطل، مش كفاية، وإيثار الحق على الباطل. أنت في سباق 100 متر، الحق وسابق، وإن شاء الله توصل وتكون الأول، وأنا أول المسلمين كما في الآية. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من السابقين، من أهل الهمم ومن أهل القمم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.